ارتفاع أسعار المواد الغذائية ببلدية غات بات عادة وتقليدا في كل أزمة تمر بها البلاد، الأمر الذي أرهق كاهل المواطن في ظل نقص السيولة الذي تشهده مصارف المدينة لعدة أشهر، ليجد المواطن نفسه يواجه تحديا جديدا وصعبا من أجل توفير المتطلبات الأساسية في ظل الحظر الذي فرض نتيجة جائحة كورونا. ففي بعض الناس ما يقدروش باش يعيشوا لوحدهم، باش يعيشوا صغارهم، يعيشوا ناسهم، يعيشوا أخوتهم وكذا. في ناس استغلت هذه الأزمة، بدل الأزمة ولت أزمتين. في اللي يقدر مثلا في الأزمة هذه في اللي يقدر يعيش روحه ويعيش صغاره، يعني لأن عنده رصيد وعنده مخزون، وفي اللي ما عندهاش عنده باش يعيش ناسه ويعيش روحه مثلا يوم يومين ثلاثة فقط، أما ما يقدرش يعيش في أسبوع. باي كان زارت الأزمة هذه، كان زاد الحظر، كان زاد مدة الحظر وزاد مدة الاسماء، هذا كله هذا شو بيصير علينا الناس؟ المواطن البسيط ما عادش يقدر يعيش. الشكوى لم تقتصر على المواطن فقط، فالتاجر هو أيضا يشتكي، حيث يفرض عليه الحرس البلدي قانونا يستوجب البيع بالسعر الذي يتم تحديده من قبل السلطات، ويرجع هذا الارتفاع إلى التجار الذين يجلبون البضاعة من خارج المدينة بأسعار مرتفعة، ما يفرض عليهم زيادتها. لكن بالنسبة للناس مش زي بعض، في اللي حتى تلقى حاجة قديمة عندها تلقاه لما يكون يقولوا يعني أن الأسعار انزادت تلقاه بيزيد السعر، فهمت علي؟ لكن أي حاجة جديدة تجيب هذه الفترة تلقاها زايدة، ومش من هنا يعني راهو، لأن من قادي الأسعار تلقاها زايدة من قادي، إذا يعني لما تزيد من قادي ضروري أن تزيد هنا. يبقى المواطن ينتظر شفقة الدولة لعلها تنظر إلى ما يمر به من أزمات وأن تتدخل في حلحلة مشكلة طال أمدها في ظل ما يمر به.